السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله بتكونوا بصحة جيدة يا رب العالمين. بنشكر كل الشكر كل التحية للناس اللي دعمتنا بميزة شكرا. بنشكر الناس اللي شاركت الفيديو، اللي شاركتنا بالتعليقات، واللي اشتركت بالقناة. أهلا وسهلا فيكم جميعا وبارك الله فيكم جميعا. اليوم أكلتنا اللي هي طبيخ العدس الأصفر. طبعا أنا كنت ناقع 4 كاسات، لما تنقعوا على أساس بستوا أحسن، ومغسولين منقوعين، المهم صفناهم من الماء دلناهم. اهم شيء نص معلقة كربونة، معلقة ونص ملح صغيرة، هذا اللي هو الكركم، نص معلقة قرفة، معلقتين ماجي، وهذه البهارات 7 معلقة، وبصل بودرة، والمفروض يتفاي بصل عادي ويتسفح تحت بس ما فيش. قلنا بصل بودرة ونتفت، اللهم صل على سيدنا محمد، كمون وشوية زيت طبيخ، وبنحط مية. قديش بدك تحط مية؟ كتر حيتشرب، لانه حيضل يغلى لما يتشرب، بنشوفه صار طبيخ، لانه احنا بدنا يمسته 100%، يعني مش عاد تحط هالقد وتعود تخس مية وبست وتعود تحط، حتلاقيه لا استوى ولا ما استواش، بصير وسط بغلب في الستوى. هي صح الكربونة بتدوب، بس لازم نعطيه مية بزيادة، لانه قعدتوا بتشوفوا هذا كله حتتشرب المية وهو بغلي. يعني انا معنى اكتر مية بزيادة على اساس انه يضل يغلي، لما تتصفى المية بكون هبك ومية النار جاهزة. وبدنا نركبه تقريبا، بده على النار هذا اقل من 5 دقائق بكون غلى، وبعدها بطفي بسيبه على الجمر نص ساعة، ساعة الا ربع زي هيك، بعدين بتشوفه بتلاقي المية تشربت وداب 1000000%. تمام، هاي جهز، شايفين كيف؟ طبيخ جامد 100%. محضر انا رقاقات على القد، لان انتو عارفين الرقاق ما ببات بتاكلش، فدايما على القد بعمل 8 9 7، هات حسب الاولاد يعني وايش اللي بياكلوا. طبعا انا الرقاق هذا مخمله شوية صغيرة، ليش؟ لانه على اساس يعرفوا يغمسوا فيه، مش يعني لا فرشوه، يعني شبيه بالخبز. تمام، ما تنسوا تدعمونا بميزة شكرا، واللي مش مشترك في القناة اشترك في القناة، وشاركونا بالتعليقات، وكثروا من التعليقات، واللي بيحضر الفيديو يحضره للآخر، ولما بيجي عليه إعلان ما تتخطوه. وبارك الله فيكم جميعا. هاي صار جاهز الطبيخ، طبيخ العدس معروف انه غني بالبروتين، واسمه لحمة الفقير، نعمة وفضل من ربنا. هاي أحلى أكلة. طبعا لازم نبدأ نطعمه في حمود في الأول، عشان هو اللي بدوق، أنا بطبخ هو بدوق الأكل. خلص مدام ما كشش على حمود يعني زاك. نشوف إلين ألف صحتين وعافية على قلوبكم جميعا يا رب.